صباح الخير زملائي في الاستوديو برنامج نسمات زاكروس. احنا اليوم في جولة برفقة الدكتور فلاح القيسي مدير تربية الكرخ الأولى ووكيل وزير التربية للشؤون الإدارية لمتابعة سير عمل الامتحانات في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا. تابعونا. دكتور، هل تشوف أن التوقيت مناسب لإجراء الامتحانات بهذا الوقت، أنه قبل 4 أيام نطيتوا إعلان الامتحانات؟ نعم، يعني بداية نحن نهني أبنائنا الطلبة ونشكر أولياء أمورهم الطلبة على ثقتهم العالية لوزارة التربية بإرسال أبنائهم لأداء الامتحانات. بالحقيقة الوقت هو كان يعني أداء الامتحانات كان هو يوم 20/2، لكن بسبب تفشي وباء كورونا وبسبب يعني قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تم تأجيلها إلى شعار آخر. ورغم هذه الفترة اللي يعني تقريبا شهر، احنا وعزنا إلى كل إدارات المدارس بمراجعة المادة اللي أخذوها ضمن الكورس الأول ونصف السنة. أيضا أعلن السيد الوزير قبل 10 أيام، قال إنه الامتحانات ستكون قريبة جدا وخلال هذه الأيام. بعدين تم تحديدها من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وأنا أعتقد الوقت كافي لأنه طلاب نحن معفناهم، بدينا احنا نعيد المواد لهم، وايضا كان هنالك توجيه بتقديم الاسئله والمرشحات من نهايه الفصول، ومعلماتنا ومدرساتنا انطوا المرشحات ايضا للطلبه يعني كملخصات للماده اللي اخذوها. اليوم ان شاء الله باذن الله يعني نطلب من كل ابنائنا الطلبه الالتزام بتعليمات الصحه. شنو الضمان انه سلامه الطلاب؟ احنا تفشي فيروس كورونا هذا يعني الجيل الثاني. يعني احنا مثل ما نعرف بايام اللي ماكو حظر نشوف المولات والاسواق ونشوف العالم اغلبيتها ما ملتزمه. انا ارجو انه يعني هاي رساله نبعثها. ايش معنى ان المدارس انغلقت والتعليم صار الكتروني مثل ما قلت حضرتك، ان المولات مفتوحه ومطاعم مفتوحه ومراكز مفتوحه؟ هذا قرار احنا ما نقدر ندخل به، لان يعني اولا العالم مخيره بخروجها للاسواق وللمولات وتعرضها للوباء، لكن احنا ما نقدر نعرض ابنائنا الطلبه ولا كوادرنا التربويه. التزمنا بقرار هيئه اللجنه العليا للصحه والسلامه الوطنيه، وهذا القرار هو لمصلحه ابنائنا الطلبه وكوادرنا. اليوم يطلب من عندنا انه ننهي نصف السنه والكورس الاول مع التزام كبير لشروط الصحه والسلامه الوطنيه مثل ما يعني ذكرتها اللجنه العليا. وشوفين اليوم التباعد والالتزام بالكمامات والمعقمات بيد ابنائنا الطلبه. احنا التزامنا والتزام كوادرنا اكثر من الناس اللي تطلع بالشارع، يعني هذا التخوف يمنا. احنا كلنا حريصين كل الحرص على ابنائنا كوادرنا التربويه. اليوم ما نريد نضيع سنه على ابنائنا الطلبه، وهنالك الالاف من الرسائل تصل الى مواقعنا الشخصيه باستئناف الدوام لكن احنا ملتزمين بقرار اللجنه العليا للصحه والسلامه. هل كان بالامكان ان تكون الامتحانات الكترونيه شلون ما كان التعليم الالكتروني؟ صعب، يعني يمكن احنا لاقينا صعوبه، عندنا ابناء وبنات بالجامعات لاقينا اكو صعوبه، طلابنا بعد احنا يرادلنا بنى تحتيه، يرادلنا ايبادات، يرادلنا قوه بالانترنت، هاي كلها ما متوفره عندنا. يعني كذلك انه احنا ضعف التخصيصات الماليه حتى نقدر ان نشتري لابنائنا الطلبه. ولهذا العراق باكثر من 11 مليون طالب، فأنا متأكد أنه نص هذا العدد هم ما يملكون يمكن تليفونات وما يملكون الآيبادات، فصعب جدا أنه إحنا نسوي لهم التعليم الإلكتروني. في حال يعني واجهتوا مع بعض المعوقات في الامتحانات، شلون راح تكون سير عملية الامتحانات؟ هذا القرار كله يتوقف على خلية الأزمة. إحنا بالنسبة لنا مستعدين لأداء الامتحانات وأيضا نستأنف الدوام إذا التزمت العالم ويانا، إذا الطالب، لأنه اليوم العلاج مالتنا واللقاح مالتنا هي الكمامة والابتعاد. إذا وفرنا ذني احنا انا اعتقد يعني هاي الفترة اللي مضت الأعداد الكبيرة اللي انصابوا بها يعني مواطنينا هو بسبب الاختلاط، بسبب التزاحم، بسبب عدم لبس الكمامة. فهذا يعني انصح كل يعني ابنائنا واولياء امور الطلبة وكل الناس اللي يسمعونا، الالتزام بالكمامة هي الوقاية الحقيقية، هي اللي تخفف لنا أعداد الطلبة، هي اللي راح تخلينا إذا اكو رغبة من العوائل العودة للدراسة لازم احنا نلتزم بالكمامة.
تمام دكتور، خلينا نشوف القاعات الامتحانية. شلونكم؟ شلون استعداداتكم للامتحان؟ زينين؟ قريتوا؟ خدتوا المرشحات اللي موجودة في الرسالة المعلمات؟ كنتوا يا صف؟ أفكر احنا نلتزم بكم ماما؟ والمعقمات مالتنا؟ تمام؟ حلوة على رحلك يا عقيماتكم ماما، حلوة جايبين؟ حلوة على رحلك. شكرا لكم. دكتور أول شيء يعني شلون حافظتوا على هذا قبل الامتحان، يعني شلون حافظتوا على تقسيم الطلبة؟ يعني احنا وجهنا إدارة المدارس بالحقيقة الأعداد الكبيرة بالمدارس الحكومية إنه كل مرحلة كل مرحلتين يعني لهم وقت محدد بالامتحان، وجهنا إنه الصف الواحد المساحته كبيرة 12 طالب، الصغيرة بين 10 إلى 12، وهذا التقسيم بالتأكيد راح ينطي هذا التقسيم لكل المدارس؟ كل المدارس على الإطلاق طبعا، لا يجوز لأن احنا هذا توجيهاتنا، ما يجوز الصف الواحد يمتحن كلهم سوية. مرحبا ستوجدان. وسهلا يا مرحبا، أنا وسهلا بكم. احنا يوم اول يوم امتحانات تعرفين التعليم كان الكتروني، وفجأة انه التربية انطت قرار الامتحانات حضورية، يعني شنو الصعوبات اللي واجهتيها او مثلا تعرفين الناس الطلاب اغلبهم ما متهيئين، هل كانت يعني تعتقدين هاي المده انه 4 ايام من قرار الامتحانات كانت كافيه لتهيئه الطالب؟ بصراحه انا ما راح اتكلم ميدانيا بالعمل ومن خلال مدرستي ملاحظتي للامور اللي صارت بالنسبه للامتحانات، كانت هي مو مفاجئة لنا، لأن إحنا قبل فترة حظر التجوال أدينا الامتحانات الشفوية وكنا مستعدين ومهيئين كل الأمور الامتحانية من قاعات من أسئلة من قوائم للدورين الأول والثاني، فصار حظر التجوال انقطعنا عن الدوام لكن كنا مكملين الامتحانات الشفوية. بالنسبة لي مو فشي مفاجئ، لأن إحنا كنا نراجع توجيهات المديرية والإشراف الاختصاص والدكتور فلاح مشكورة جهوده، دائما يدخل ويانا على الجروبات ويتابع نشاطاتنا ويثني علينا، فكانت الدروس يوما بيوم راجعنا المادة اللي هي داخلة بامتحانات نصف السنة، بحيث تراجعت مرتين المادة، وحتى بقوا إنه الأهالي قد يقولون إنه إحنا صارت مملة، يا ريت إنه نبدي بمادة جديدة، لكن التعليمات والإرشادات قالت إنه الحد المادة إلى المادة المحددة بالامتحان هو تتوقفون عليه، إضافة إنه إحنا مهيئين الجداول مهيئين بس مجرد تواريخ غيرناها، والحمد لله الأهالي جدا أولياء الأمور متعاونين مع إدارات المدارس في تواصلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك معلمات ومعلمين المدرسة جهودهم مشكورة واستثنائية خلال هذه الفترة في محافظتهم على تلاميذنا من الناحية العلمية والتربوية والناحية الصحية، فأتقدم لهم بالشكر الجزيل والامتنان، وخصوصا معلمات مدرسة الدراية الحكومية. طيب ست، يعني إدارات المدرسة هل كانت ملتزمة في إعطاء الدروس للطلبة؟ هل كان أكو التزام وأكو مثلا متابعة من قبل الإشراف التربوي على المدرسين؟ بالتأكيد، لأن والدليل أنهم كل بدويانة من فترة حظر التجوال أعدينا لهم تقارير عن عملنا، وكذلك هم دخولهم إلى قنوات التواصل، يعني مثلا الفيسبوك والتليجرام وقنوات الواتساب كلها ننشرها يوم بيوم المراجعة، وهذا كلها محفوظة بأرشي في المدرسة، كل المواد الدراسية اللي قدمناها والأسئلة والمرشحات اللي نوه عنها تبليغ الدكتور فلاح أنه أنطوا مرشحات لكل مادة ما تتجاوز أنه 30 سؤال، بين 25 إلى 30 سؤال، وكذلك الأسئلة لازم تكون من نهاية أسئلة نهاية كل فصل، هذا كله التزموا به معلماتنا وملاكاتنا التعليمية. أنا أحكي في الكرخ الأولى، يعني هذا على اطلاع من خلال المدارس اللي حواليه واللي هي موجودة بالكرخ. طبعاً شكراً لست وجدان كاظم مديرة مدرسة الدراية التابعة لتربية الكرخ الأولى. مرحبا ستيناس. أهلا وسهلا.
ست إيناس باعتبارك المنسقة الصحية للمدرسة، شنو الإجراءات اللي قمتم بها؟ والله الإجراءات اللي قمنا بها من أول دخول الطالب للمدرسة لحد القاعة الامتحانية، أولاً يمر بجهاز التأثير، ثانياً عندنا محراق نقيس فيه حرارة الطالب، وإجراءات وقائية جيدة، وعندنا إحنا قاعات صغيرة، عندنا قاعات صغيرة تتراوح عدد التلاميذ إلى 10 والكبيرة إلى 15. والحمد لله كان تقسيم الطلاب هو على قلت لك أنا هسه على القاعات، يعني اللي قاعة صغيرة 10 طلاب والقاعة الكبيرة 15 طالب، وكل طالب بمسافة احنا بيناتهم، يعني حتى مسافة تكون متر مثل ما بلغتنا التعليمات من الصحة. هنالك تنسيق مدرسة مع وزارة الصحة؟ أكيد أكيد احنا متابعين وياهم، ويعني دائما على متابعة لحالات، والحمد لله والحمد لله لحد هاي اللحظة، يعني من بداية السنة لحد هاي اللحظة ماكو أي حالة صارت عندنا، لأن هم الأهالي الحمد لله ملتزمين والطلاب هم ملتزمين وإحنا هم وياهم ملتزمين. مرحبا مرحبا. شنو اسمك؟ اسمي سارة فارس. يا صف أنتي؟ صف سادس. شنو سوالكم أول ما طبيتوا المدرسة قبل ما تبلشوا من الامتحانات؟ أول شيء دخلنا وقفنا الصف. هم قاموا لكم إجراء صحية كمامة وتعقيم؟ نعم، أول شيء وراها رحنا من الصف. شلون كانت الأسئلة؟ كانت سهلة، يعني من ضمن الشغلات اللي درسوا لكم إياها بالتعليم؟ نعم. اسمك؟ مينا. مينا يا صف؟ صف سادس. شلون كانت الأسئلة؟ من ضمن المواد اللي درسوا لكم إياها بالكتروني؟ نعم. شو سوا لكم المطبات والمدرسة؟ عقمنا ولبسنا كموماتنا وسوينا بالمعقم. من قعدتوا بالرحلات واحد بصف الأخ لأكو تباعد بيناتكم؟ تباعد بيناتنا. أهم طلبتنا في قاعات الامتحان حضروا وامتحنوا متحدين كل الظروف والمعوقات، وهذا يدل على أحساسهم بالمسؤولية وأهمية دورهم في المجتمع. وهذه عودة إلى زملائي داخل الاستوديو.